السلام عليكم يا شباب. النهارده باذن الله هنشرح درس جديد في السي شارب والانهيرتنس. الانهيرتنس هنا معناها الوراثه، معناها ايه؟ الوراثه اللي هو مثلا انت عندك اب، تمام، مثلا اب كده، فالاب ده عنده ابن، تمام، الاب ده مخلف ابن، فالابن ده ما هيكون مثلا وارث منه ايه؟ مثلا وارث منه لون العين او العين نفسها، وارث منه مثلا الشعر، سواء شعر اكرت شعر ما اعرفش ايه، صح، وارث منه، ممكن يورث منه الطول، تمام. فهي دي الوراثه بمفهوم عام زي ما احنا عارفين. الوراثه في حاجه اسمها اب وفي حاجه اسمها ابن، تمام، او في حاجه اسمها ام وفي حاجه اسمها اولاد، ايا يكن. حاجه بتورث من حاجه. يعني ايه حاجه بتورث من حاجه؟ يعني بتاخد بعض صفاتها او ممكن تاخد صفاتها كلها. زي ما احنا قلنا الاب ورث لابنه مثلا لون العين، ورث الشعر، نوع الشعر اكرت ناعم معرفش ايه، ورث طوله لابنه، تمام. فهو ده مفهوم الوراثه زي ما احنا عايزين. عايزين نفهمه بقى في البرمجه، او احنا ايه بنستخدمه في البرمجه ليه؟ عندنا احنا كلاس، تمام، وكلاس. فالكلاس ده اب، الكلاس ده احنا خليناه اب، هنعرف ازاي نخلي الكلاس اب. الكلاس ده اب والكلاس ده ابن، تمام. فانا جيت في الكلاس اللي هو الاب ده، فروحت عامل مثلا متغير اكس، ايا يكن نوع المتغير ده، سترنج انت مش هتفرق، تمام. فايه اللي هيحصل على طول؟ هيروح الابن وارث المتغير ده على طول، هيروح الابن ده واخد المتغير ده على طول. هو ده الوراثه في البرمجه. مثلا عملت فانكشن سميتها برنت، فانكشن اي اسمها برنت، فايه اللي هيحصل؟ هيروح برضو الابن واخد الفانكشن اللي اسمها برنت، تمام. هي دي الوراثه بكل سهوله. الوراثه ان انت عندك كلاس اب، احنا اللي بنحدده طبعا هو اب ولا ابن ازاي، وهتعرف كلاس اب وكلاس ابن. اي متغير او اي حاجه انت تحطها في الكلاس اللي هو الاب ده، الابن بياخدها على طول من غير اي كلام، الابن بيورثها على طول، تمام. فده اللي احنا هنفهمه ان شاء الله في الدرس ده. هخش على المايكروسوفت فيجوال ستوديو، نقول بسم الله. دلوقتي بعد ما المايكروسوفت فيجوال ستوديو فتح، انا هعمل دلوقتي، هروح انا عامل كلاس، تمام، واسميه مثلا فازر، مثلا فازر اب، تمام، كلاس عادي، ده اسم عادي، من الاسم ما يفرقش في اي حاجه، اسم عادي. واعمل كمان كلاس، اسميه مثلا شيلد، طفل، اي اسم، تمام، كلاس فازر، كلاس اب، وكلاس شيلد اللي هو الطفل، تمام. فدلوقتي مثلا الكلاس فازر ده هنعمله فيه شويه متغيرات، بابليك فلوت مثلا اكس، متغير مثلا اهو، عملت مثلا بابليك فلوت ان مثلا، كمان متغير، هعمل مثلا متغير بابليك سترنج، اي متغير انا عايزه، بابليك سترنج مثلا نيم، تمام، متغير مثلا اسمه نيم. هعمل فانكشن برضه عادي، بابليك void، اي فانكشن مثلا برنت، فانكشن مثلا اسمها برنت، تمام، واخليها تعمل ايه؟ كونسول دوت رايت لاين، اخليها مثلا تطبع هالو مثلا، عادي، انا شغال عادي، ما بعملش اي حاجه، مجرد كلاس اسمه فازر، انا مسميه اي اسم، ممكن اسميه ماذر، اي اسم انت عايزه، وحطيت فيه متغيرات وعملت فيه فانكشن واعمل فيه اي فانكشن انا عايزه، تمام. دلوقتي هاجي انا اعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا بقى عايزين نخلي ده اب فعلا، عايزين نخلي ده الاب وده الابن فعلا. فهنعمل ايه؟ فهنيجي على الشيلد ونعمل نقطتين ونكتب اسم الكلاس اللي احنا عايزين نخلوه اب، تمام. بمعنى دلوقتي انت اسمك ايه؟ انا دلوقتي لو انا بكتب اسمي معاذ، صح، سليمان، انا بكتب اسمي كده، فايه اللي انكتب هنا؟ انكتب شيلد فاصل، صح، ده معناه ايه؟ هي بالظبط، معاذ سليمان ابن اب، هنا شيلد فاصل ابن اب. هي شوف انا بسطتها لك ازاي وفهمتها لك بكل سهوله، مفيش اسهل من كده، تمام. فدلوقتي الشيلد ده ورث كل حاجة، أي حاجة أنا كتبتها هنا هو ورثها، تمام؟ طب إزاي دلوقتي أعرف إن هو ورثها؟ أروح أنا أجي على الشيلد، نفسه الطفل، وأعمل منه أوبجكت، أسميه مثلا سي اتش وأخليه يساوي نيو شيلد، تمام؟ عملت مثلا أنا أوبجكت مش شيلد، فهاجي أكتب سي اتش دوت. شوف بقى، إيه اللي ظهر؟ ظهر لي الإن اهيت، وظهر لي النيم، وظهر لي الإكس. هل يا ترى الشيلد هنا الكلاس اصلا بتاع الشيلد فاضي، ما فيهوش اي حاجه زي ما انت شايف، هو فاضي اصلا. هل يا ترى انت شايف فيه اتش؟ هل يا ترى انت شايف فيه اكس؟ هل يا ترى انت شايف فيه اي حاجه؟ طب يعني شيلد دوت مثلا، شيلد دوت هتلاقي هنا فانكشن تحتها اسمها برنت،
برنت اهي. فلو عملت كده وضغطت مثلا اف وكده ضغطت اف 5، فزي ما انت شايف طبع لي هلو. تمام، اعتقد كده واضحه جدا يعني، ما عادش في حاجه اصلا تتشرح. خلاص كده انت فهمت يعني ايه وراثه. وراثه كلاس بيورث من كلاس. يعني ايه كلاس بيورث من كلاس؟ معناه كلاس بياخد كل المتغيرات وكل الفانكشن اللي بتنكتب فيه الكلاس اللي هو الفاصل. تمام، فتعالى بقى نعمله ايه، تعالى نمثله الكلام ده في برمجه الالعاب ونشوف احنا بنستخدمه في ايه في برمجه الالعاب، ممكن تفهم اكتر. تمام، فانا هاجي مثلا امسح ده كده. لو في برمجه الالعاب انا عايز اعمل اعداء، عايز اعمل الاعداء، فبعمل ايه؟ بروح انا اعمل كلاس، ده اللي انا بعمله في برمجه الالعاب، كلاس واسميه انمي. انمي تمام، بنزل تحت اعمل بابليك، بعمل متغير فلوت اسميه هيلث، طبعا الانمي بيجيب لي هيلث. تمام، وبنزل اعمل كمان متغير بابليك فلوت دامج، طبعا الانمي بيجيب لي دامج على البلاير، صح؟ الانمي بيجيب لي دامج. تمام، وهنزل اعمل تاني متغير اسمه مثلا بابليك سترينج نيم، اسم العدو. ده اللي احنا بنعمله بالظبط في برمجه الالعاب، انت بتعمل كلاس اسمه انمي وتبدا تعمل ايه، تعمل كلاسات تانية. كلاس انمي واحد مثلا، اي اسم حسب اسم الانمي اللي انت عايز تسميه، طبعا انت بتسمي الانمي زي ما انت عايز. وتعمل كمان كلاس مثلا اسمه انمي 2، كلاس انمي 2، وتعمل كمان كلاس اسمه انمي 3، طبعا على حسب عدد الانمي اللي انت عايزهم. اصلا في اللعبه طبيعي بيبقى عندك فوق ال 20 انمي مختلفين، انواع اعداء مختلفين. تمام، فدلوقتي احنا دلوقتي عايزين ايه، نورث الثلاثه انمي دول الصفه اللي هي الاساسيه. طبعا كل الانمي عندنا او كل الاعداء بيبقى لهم صحه وبيبقى لهم دامج وبيبقى لهم اسم، ده حاجه طبيعيه. تمام، فهتيجي تورث لهم الكلاس الاساسي اللي اسمه انمي. فهكتب انمي وهكتب انمي وهكتب هنا برضو انمي. تمام، ده اللي احنا بنعمله بالظبط في برمجه الالعاب، بنعمله كلاس اسمه انمي، نحط فيه البيانات اللي هي المشتركه، يعني الاعداء كلهم، الاعداء بتوع اللعبه بتاعتك كلهم هيبقوا فيهم صحه، فيهم دامج، ليهم اسم. تمام، بس بيختلفوا في في المهارات. مثلا في عدو بيضرب رصاص، في عدو مثلا بيضرب سهام، في عدو مثلا بيضرب من قريب، في عدو بيضرب من بعيد، وهكذا. انت فاهم ازاي؟ فهو ده الوراثه، وده اللي احنا بنستخدمه علشان. فانا هاجي مثلا هنا اعمل اوبجكت من الانمي واحد، انمي كده. انا عملت ثلاثة اوبجكت، اوبجكت للانمي واحد، واوبجكت للانمي اتنين، واوبجكت للانمي تلاتة. دلوقتي احنا بنعمل ايه بعدها؟ بنروح جايين على الانمي واحد الاي واحد دوت، فهيظهر لك طبعا الدمج. ده اللي احنا بنعمله بالظبط في برمجه الالعاب. فانا مثلا انا عندي الانمي الاول بيدمج مثلا 20، عندي الاي 2 دوت الدمج، عندي مثلا الانمي الثاني بيدمج 5، انمي ضعيف، عندي مثلا اي 3، عندي مثلا البوس، في بوس دمج هيساوي مثلا البوس بيدمجني مثلا حوالي 70، الدمج بتاعه بيبقى جامد. تمام، عندي مثلا ايه تاني، عندي الهيلث، عندي الانمي واحد مثلا لو انا عايز الهيلث بتاعه ضعيف، فخلي الهيلث بتاعه مثلا هيلث هيساوي 100، هخلي الهيلث بتاعه 100. عند الاي 2 برضه الانمي الثاني دوت هيلث هيساوي 200، هيساوي 200، انمي اجمل، انمي الصحه بتاعته اجمل شوي. اي 3 دوت هيلث هيساوي مثلا 50، انمي الصحه بتاعته ضعيفه جدا بس الدمج بتاعه عالي. تمام، فهي هي دي، ده اللي بيحصل في برمجه الالعاب، او ده اللي احنا بنعمله. لو احنا هنعمله حاجة متكررة زي الانمي، الانمي اي انمي في الدنيا ليه صحة وليه اسم وليه دامج، فبنعمل كلاس اب، كلاس اب في الصحة والدامج والاسم. تمام، ونبدأ نورثه للانميات التانية. ده اللي بيحصل في برمجة الالعاب، وطبعا هتفهم اكتر لما تخش برمجة الالعاب. بس دلوقتي انا بمثلك بالمثال ده بحيث تعرف احنا هنستخدم الوراثة ازاي في برمجة الألعاب، وهي أهميتها طبعا مهمة جدا وسهلة في نفس الوقت. ويا رب تكون فهمتها، وده الدرس بكل بساطة وسهولة. أشوف وشكم بخير على الدرس الجاي، والسلام عليكم.